بخطار اليوم بدنا نحكي عن الصيام. مفهوم الصيام الحقيقي هو مش بس الامتناع عن الطعام والشراب، أيضا في أخلاقيات لازم نركز عليها بهذا الشهر الفضيل، نغرسها بأولادنا، وبالإضافة كمان بعض الأشياء اللي ننهى عنها أولادنا لحتى يتجنبوها ويكون صيامهم حقيقي، وأيضا للكبير والصغير مش بس للأولاد، لكن إحنا ممكن نكون قدوة لأولادنا بهذا النهج. اسمحوا لي أرحب معنا داخل الاستديو بالخبير التربوي الدكتور قيصر غرايبي. مساء الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. مساء الورد، ومساء الورد لك جميع مشاهدين رمضان قناة كريم يا رب عليك. قناة سمراء، وإن شاء الله بنعاد على الجميع بالخير والبركات. اللهم أمين. يعني بدي أبدأ دكتور، كيف ممكن إحنا نخلي عن جد الصيام نهج تربوي مش بس امتناع عن الطعام والشراب؟ يعني هل أغلب الأسر والعيال العربية للأسف شهر رمضان مثلا، حتى إذا بدنا نحفز أولادنا مثلا إذا بدهم يصوموا، إلك أشياء زاكية، إلك في الأكل، في مفهوم الأكل والشرب فقط، هو هذا إشي ممكن حلو، لكن كمان بدنا نعزز مفهوم إنه إحنا بنمتنع عن الصيام لأسباب وغايات أخرى. كيف ممكن إحنا فعلا نعزز هذا الشيء بأولادنا؟ احنا بنعرف هناك العديد من المساهمات بالنسبة للعائلة، أيضا لا يقتصر الأمر على العائلة فقط، أيضا هناك من يشارك العائلة في عملية تربية الأطفال وغيرها. كذلك الأمر احنا بنلاحظ أنه بشهر رمضان بالذات بنلاحظ أنه هناك اهتمام بكون أفضل، الاهتمام على مستوى العالم الإسلامي، على مستوى الوطني، على مستوى الحي، على مستوى العائلة. لذلك تبدأ الأمور من العائلة، ونحن نؤمن بشيء اسمه القدوات. عندما تكون قدوة لابنك يستطيع أن اللي هو يتجسد حياته، أو تستطيع أن تؤثر على حياته بشكل كبير جدا. جميل جدا. طيب يعني هلأ كثير مثلا في فترة هذا رمضان وطقوس رمضان هذا العام مختلفة، وكمان عشناها رمضان الماضي من إجراءات إغلاقات حظر جزئي، كيف ممكن نعزز مفهوم صلة الرحم مع أولادنا؟ كيف ممكن نعزز مفهوم وعادات وقيم اجتماعية وتكافل اجتماعي بهذا الشهر الفضيل؟ الآن يسبق الشهر دائما له عملية الإعداد والتهيئة. إذا الكون واجب الأسرة بجميع أفرادها اللي هي التهيئة لشهر رمضان، تبدأ عملية التهيئة باللي هو بإضفاء الزينة رمضان. هاي الزينة الآن تعطي اللي هي خلينا روحانيات عند أفراد الأسرة. كذلك الأمر الآن اللي هي التهيئة في بعض الأمور يعني ما بنحضرها إلا في شهر رمضان، إنه هذا بيساعد على انه تكون اللي بيساعد على التهيئه الجيده لاستقبال شهر الفضيل. جميل. بالتالي هون عندنا اللي هو بنلاحظ انه عند الاسر دائما اللي هو عمليه التهيئه بتكون قبل اسبوع، قبل 3 أيام، صح، او قبل 10 أيام الى اخره. لذلك هون عندنا نبدا الان دائما بالتهيئه، وبعد التهيئه بتنطلق الامور. هذه الامور يجب ان تحضر وتخطط لها. لذلك كيف ممكن نعمل هذا الشيء؟ الآن بعض الأمور اللي هو ممكن إحنا نبدأ اللي هو نشجع أبنائنا إنه مفهوم الصوم، خصوصا للأطفال اللي بيصوموا لأول مرة، صح، نهيئهم إيش الصوم، ماذا نعني. أيضا هناك بعض الأمور إنه عمليات تحفيزية وتشجيعية لهؤلاء الأطفال. لذلك الطفل بالتشجيع وبالتحفيز بيستطيع انه ينجز اشياء كثيره. لذلك على سبيل المثال ممكن يكون له دور في المشاركه في زينه رمضان. ايضا اللي هو في نهار رمضان يكون له دور في يعني على الاقل ناخذ رايه في اللي هو ماذا نعد لك من وجبه الافطار، ماذا نعد لك من وجبه السحور. ايضا له دور في اللي هو خليه يكون بانه يساعد الأم، يساعد الأم ببعض اللي أعمال البيتية. لذلك هذا نقضي اللي هو جزء من الوقت، وأيضا بنفس الوقت إحنا بنلاحظ إنه الطفل يتقبل هذا الأمر. في بعض الأمور اللي هو يجب إنه نأخذها بعين الاعتبار. الطفل لما بتظل الطفل، ولذلك أحيانا بشدوا أشياء كثير. اولا ما نتنقل فيه في الأسواق، في تحديدا في الأماكن بتبيع الأكل. لذلك هاي بتجذبه، صح، لذلك بتخليه يتعب اكثر بالصيام. شيء اكيد. الامر الثاني اللي هو حتى احيانا اذا طلبنا منه مساعده في المطبخ ما تكون خلص لانه يقضي هالمساعده ورد يرجع لمكانه لغرفته او المكان اللي بكون فيه. ليش؟ لانه احيانا لما يشوف الطعام لذلك بصير نفسه اللي تشتهي هذا الطعام. صح.
النقطة الثانية واللي ذكرناها يعني قبل الهوى، اللي هي دائما من نأخذ بعين الاعتبار عند العائلة المقارنات. المقارنة بين طفل وطفل، يعني بعض الطلاب، بعض عفوا الأهالي بصير يحكوا شوف شخص معين أو فلان من أقربائنا هو بنفس عمرك لكنه يصوم، لكن أحيانا البنية الجسمية تختلف من شخص إلى آخر. الآن أحيانا تهيئة، لذلك ممكن كما يقال عندنا في الأردن اللي هو صوم العصفورة. صوم العصفورة أول يوم لصلاة الظهر، أو أول أسبوع لصلاة الظهر، الأسبوع الثاني لصلاة العصر، الأسبوع الأخير أو آخر أسبوعين بنجرب نحاول أنه على الأقل يوم يومين أو ثلاث أيام أنه صوم هذا الطفل، حتى نعوده أنه يصير عنده سلوك مدرب عليه، مهيأ صحيح. عليه أيضا من الأمور المهمة اللي بحب أركز عليها أنه الطفل أنه ما يصير مع أطفال من أقرانه مفطرين. لذلك هاي من الأمور اللي هي يعني اللي بتخلق أحيان ردة فعل سلبية عند الطفل الصائم، ممكن يبطل عنده رغبة بالصيام. في بعض الأمور اللي هي اللي التهيئة الداخلية، ممكن أطلب من الطفل أنه يعمل جروب على الواتساب حلو بين اللي هي أقربائه إلو أو أفراد العائلة من أعماره، خلينا من أعماره يعني من العائلة. دكتور هلا مش واتسابهم بيجتمعوا على الببجي، بيجتمعوا على بغضنا، لكن هاي من الأمور أستاذ آيات اللي هو إنه ممكن نعمل جروب على الواتساب، وهذا الجروب إنه يصير نفس الطفل نشجعه يصير يرسل يومين اللي هو أذكار أو موعظة أو يحكوا عن تجاربهم بالصوم، شو عاملين، ممكن يحكوا عن تجاربهم بالصوم. أيضا أحيانا اللي هو من ضمن الأمور عند تهيئة لرمضان خصص مكان لأداء العبادات. جميل. خصوصا اللي هي الصلاة، قراءة القرآن، أو أحيانا اللي هو ممكن أحضره اللي هو بوضع سجادة خاصة، سجادة الصلاة، وأيضا ممكن أحط اللي الستاند اللي هو ستاند القرآن الكريم، أصير عوده أشجعه. هذه الأمور مشجعة للطفل، محفزة أنه يؤدي العبادات على أكمل وجه، وأيضا نصوم شهر رمضان الفضيل. نقطة ثانية اللي هي منلاحظ أنه أنت كأب أو كأم أنه تعمل تقويم للشهر الكريم. رائع جدا صراحة، أفكار جدا خيالية تعطينا إياها دكتور. تقويم التقويم للشهر الكريم اللي هو نحدد الأيام، وأيضا أنه كل يوم أروح أضع إشارة على اليوم اللي انقضى أو اليوم اللي صمته. حلو. هاي من الأمور المهمة. أيضا في عنا إحنا بنطلق عليها من الأفكار الرائدة والأفكار الرائعة اللي عجبتني، اللي نخصص إحنا اللي هي حصالة النقود للتصدقات، هاي نخصصها للصدقات حتى نغرس في هذا الطفل اللي يحب الصدقات ونعلمه إيه ماذا نقصد. أيضا إحنا نذكر للطفل أثناء تهيئتنا له عن جميل. الصيام أنه نيجي نحكي له على سبيل المثال أنه مش كل الناس متوفر عندها الغذاء، مش كل، حتى يشعر بشعورهم، لذلك لما يشعر بالجوع ويشعر بالعطش بشعر بالناس الفقراء والمساكين. جميل جدا صراحة، أفكار جدا رائعة. بتمنى كل الأهالي اللي يسمعونا اليوم تابعوا هذه الأفكار دكتور، وفعلا أخذوا كيف ممكن يربوا في أولادهم أنه مش الصيام مش بس الامتناع عن الأكل والشرب، أيضا عادات وطقوس رمضانية جميلة ممكن نعملها مع أولادنا. أنا بدي أشكرك جدا دكتور قيس الغرايبي، نورتنا لليوم، سعيدين جدا بوجودك، تقبل الله صيامكم. اللهم آمين. شكرا لكم، شكرا لإدارة قناة سامراء، وكل عام أنتم بخير وأنت مجددا. بألف خير، أهلا وسهلا فيك.